برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء متجدد مع صناع التاريخ، والحديث موصول وإياكم حول بعض القصص والمواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعلام هذه الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. من ذلك ما يذكر عن الشيخ الشهيد أحمد بن عرفان رحمه الله تعالى. وقد ولد الشيخ أحمد بن محمد عرفان في سنة 1786 من الميلاد، الموافق سنة 1201 من الهجرة، في قرية من قرى الهند يقال لها راي بريلي، وتعرف الآن باسم تكية. وقد نشأ لأبوين صالحين، والتحق وهو في الرابعة من عمره بالكتاب، ونشأ وله ولع بالفروسية والألعاب الرياضية منذ صباه. وقد استشهد رحمه الله في سنة 1246 من الهجرة، وله جهود إصلاحية عظيمة تدل على صلاح أمره، لا سيما دعوته غيره إلى الإسلام. يقول أحد علماء الهند المطلعين الثقات والشيخ عبد الأحد، وله خبرة واسعة بأحوال الهند وأخبارها، والذي زار عددا كبيرا من أفراد هذه الجماعة النيرة الصادقة، وكان عهده قريبا من عهد الشهيد أحمد بن عرفان رحمه الله، يقول: لقد أسلم على يدي السيد أحمد بن عرفان أكثر من 40,000 من الهنادك وغيرهم، وهذا لا شك أنه يدل على صدعه بالحق وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قتل شهيدا رحمه الله. ومن تلك المواقف أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة أيتها الأخوات، ما يذكر عن الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله. وقد ولد الشيخ الإمام الفقيه أبو عثمان سعيد بن حسن ابن أحمد الدمشقي الشهير بالحلبي رحمه الله، وهو عالم من علماء الحنفية بل عالم الشام في عصره، في مدينة حلب الشهباء في سنة 1188 من الهجرة، الموافق سنة 1774 من الميلاد، ونشأ بها وقرأ على جملة من علمائها، ثم قدم دمشق واستوطن بها سنة 1207 من الهجرة، وتصدر للإقراء والتدريس مدة حياته في حجرته المعروفة به شمائل الجامع الأموي، وتوفي في دمشق في رمضان سنة 1259 من الهجرة، الموافق سنة 1843 من الميلاد، ودفن بالتربة الذهبية من مقبرة الدحداح. ذكر عنه رحمه الله وهو العالم الجليل العابد الزاهد المهيب الوقور أنه كانت له الكلمة في دمشق حلا وعقدا وأمرا ونهيا، تؤثر عنه آثار حسنة ومواقف عظيمة، منها ثباته أيام دخول إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الشام، ومدافعته عن الأهالي، وقد أكبره إبراهيم باشا وأنفذ أوامره بعد حادثة جرت له معه. وذلك أن إبراهيم باشا دعا علماء دمشق من أجل خلع السلطان العثماني وإقرار البيعة له هو، واضطر الكثيرون للحضور، وتعمد الشيخ سعيد أن يحضر متأخرا لأسباب عجيبة، منها أنه كان لا يريد القيام للباشا، فلما دخل قام الجميع وبجلوه وقام له الباشا، وقد عرف مكانته بينهم وأجلسه بجانبه، بينما دخل بعده تلميذه الشيخ ابن عابدين صاحب الحاشية فحمل نعل شيخه تحت إبطه ووقف بجانب الباب، فدعاه شيخه للجلوس بجانبه وقد أفسح له المكان. ثم التفت الشيخ سعيد إلى الباشا يقول له: لماذا دعوتمونا يا مولانا؟ فقال بعض الحاضرين: جئنا لمبايعة مولانا الباشا. فقال الشيخ: وماذا تنتظرون؟ هذا هو المفتي حاضر
وهذا نقيب الأشراف معه، وعرف الحضور أنه لا يوافق على البيعة، واعترى القوم وجوم، فقام الشيخ واستأذن منصرفا واغتاظ الباشا، ولكنه مضى بعد ذلك لزيارته في حجرته بالجامع الأموي، وكان بين طلابه يجلس وقد مد رجله على عادته بالدرس، فلما دخل عليه لم يغير من جلسته، فازداد غيظا على غيظه، واستمع إلى وعظه اللطيف وقد أمره بالرفق والعدل بين الرعية، ثم خرج من عنده وقد نوى المكر به، فلما صار إلى موضع إقامته أرسل له مع مرافقه الخاص بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية، كانت يومئذ تعدل اليوم ما يقرب من 70,000 دينار كويتي أو 1,000,000 ريال سعودي، وأمره إن قبلها أن يأتيه به، ولكنه رفض قبول الذهب، وقال كلمة اشتهرت في دمشق: قل للباشا إن الذي يمد رجله لا يمد يده. قالوا: وكان إبراهيم باشا قد نوى إن قبلها ليوكلن به. من تلك المواقف أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني أخواتي ما يذكر عن الشيخ محمد ابن المدني جنون رحمه الله، المولود في فاس في سنة 1240 من الهجرة، ونشأ في أسرة اشتهر كثير من رجالها بالعلم والفضل، وعرف بالفقه حتى كان يلقب بالفقيه. وللشيخ محمد جنون مواقف كثيرة تدل على غيرته وصدعه بالحق، وأوذي في كثير منها، وقد تولى القضاء في مراكش، وتوفي سنة 1302 من الهجرة. قام الشيخ محمد ابن المدني جنون رحمه الله بدعوة كان لها وقع عظيم في أوساط الولاة والمترفين، وهي قوله ببطلان التسري على ما كان عليه من اختطاف بنات القبائل وأبنائها الصغار، ولا سيما السوادين، وبيعهم على أنهم أرقاء، فتنكح إناثهم بما يسمى ملك اليمين، مصرحا بأن هذا النكاح فاسد، وأن ما ينشأ عنه من ذرية وما يبنى عليه من أحكام الرقيق كله غير شرعي باطل، لأنه واقع في غير موقعه، ومنزل على خلاف ما ورد في أحكام الشريعة، وأن من شاء السلامة والاستبراء لدينه وعرضه فعليه أن يعتق الرقيق من هذا القبيل ويستبرئها ويعقد عليها بصداق ونكاح شرعي صحيح، ولا يجوز أن تكون زائدة على الأربع التي أحلها الشرع، وإلا كان نكاحها والزنا سواء من باب لا فرق، يقرر ذلك في مجالسه العلمية ويجهر به وينكر على من يفعله أشد الإنكار، مبينا أن ملك اليمين لا يكون إلا من المسترقين في الحرب مع الكفار لا غير، وهؤلاء من المسلمين، معتدا عليهم بالاختطاف فامتلاكهم لا يصح، وأحرى نكاح منه إناثهم بملك اليمين، وينشد في ذلك من نظمه: جل أرقاء السوادين علما حر كما ثبت عند العلماء، جل أرقاء السوادين علما حر كما ثبت عند العلماء. وقد ضاق بدعوته أبناء الأمراء والكبراء وذوي الجاه الذين كانت دورهم وقصورهم تعج بالإماء المستولدات والبنين والبنات المتكونين من هذا النكاح، ورموه بالفضائع وطعنوا في عرضه وسبوه، وكثرت الشكاية من الشيخ، فاستدعي من طرف الواري وبلغه السياء أولي الأمر وعموم الناس من هذه الحملة التي تمسهم في دينهم وأعراضهم، وأن عليه أن يكف عن قوله هذا. قال: وليسعه ما وسع غيره من العلماء، فبين له الشيخ مدرك هذا الحكم وأدلته من الشرع، وإن حكم أولي الأمر أن يغيروا هذا المنكر ويمتثلوا في أنفسهم ويأمروا غيرهم بالامتثال، لقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فجعل الوالي يناقش الشيخ، فأغلظ له الشيخ القول ورد عليه بأن العلم ليس شغله، فقال لأعوانه: خذوه إلى السجن. فقال الشيخ: نعم هذا شغلك، وما إن شاع خبر سجنه في المدينة حتى عمها الاضطراب، وخصوصا في أوساط العمال والحرفيين والطلبة وغيرهم،
وقاموا بمظاهرة عظيمة هي الأولى من نوعها في المغرب، احتجاجا على اضطهاد قادة الرأي من أهل العلم وكبت الحرية الفكرية، فصدر الأمر بتسريح الشيخ فورا. ومن المواقف التي تذكر في ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات ما يذكر عن الشيخ حسن العدوي الحمزاوي رحمه الله، المولود في مصر في سنة 1221 من الهجرة، وتعلم ودرس بالجامع الأزهر، وهو فقيه مالكي محدث من أشهر خطباء الثورة العرابية وأقدرهم، وكان عضوا في مجلس القيادة الأعلى الذي شكله المجاهد الثائر أحمد عرابي، وتوفي في القاهرة في سنة 1303 من الهجرة. وعندما زار السلطان العثماني عبد العزيز مصر في عهد إسماعيل باشا، كان إسماعيل حفيا بالزيارة لأنها كانت جزءا من برنامجه للحصول على لقب خديوي مع عدة امتيازات في نظام الحكم في مصر. وكان من برنامج الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء في السراء في القصر، ولما كانت للمقابلة تقاليد منها أن ينحني الداخل إلى الأرض وغير ذلك من التقاليد المنافية لروح الإسلام، فقد كان حتما على رجال السراي أن يدربوا العلماء على طريقة المقابلة عدة أيام كي لا يخطئوا في حضرة السلطان. وعندما حان الموعد دخل السادة العلماء الأجلاء فنسوا دينهم واشتروا به دنياهم، وانحنوا أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات، وخرجوا متوجهين إلى الخليفة كما أمرهم رجال التشريفات إلا الشيخ حسن العدوي رحمه الله، فقد استحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله، ودخل مرفوع الرأس كما ينبغي أن يدخل الرجال الأحرار، وابتدره بالنصيحة التي ينبغي أن يتلقى بها الحاكم العالم، دعاه إلى تقوى الله والخوف من عذابه والعدل والرحمة بين رعاياه، فلما انتهى سلم وخرج مرفوع الرأس وأسقط في يد الخديوي ورجال السراي، وظنوا أن الأمر كله قد انقلب عليهم وأن السلطان لابد غاضب، فضاعت تلك الجهود التي بذلوها والآمال التي نسجوها، ولكن كلمة الحق المؤمنة لا تذهب سدى. فقد قال السلطان بعد ذلك: ليس عندكم إلا هذا العالم، وخلع عليه دون سواه. وكان الشيخ الأزهري حسن العدوي أحد الذين شاركوا في الثورة العرابية، فلما حلت الهزيمة وقبض على عرابي والعرابيين، كان العدوي واحدا من الذين قدموا للمحاكمة للمحكمة التي كانت مؤلفة من البشوات ومن رجال الخديوي. وقف الشيخ الذي قارب سن 80 أمام المحكمة، وسأله رئيسها إسماعيل أيوب باشا بصوت غليظ جاف: هل وقعت باسمك أو ختمت بخاتمك قرارا يقضي أن أفندينا المعظم سمو الخديوي توفيق باشا يستحق العزل؟ وإذا بالشيخ الطاعن في السن يستعيد حمية الشباب وحماسته، فنظر إلى إسماعيل أيوب باشا نظرة ثاقبة حادة، واتكأ بذراعيه على منضدة أمامه وقال: أيها الباشا، إنني لم أرى الورقة التي تتحدث عنها، ولهذا فلن أجيب على سؤالك عما إذا كنت قد وقعتها، ولكنني أقول لك ما يأتي، إنه إذا أحضرت لي الآن الورقة تحتوي على مثل هذا المعنى الذي ذكرته، فإنني لن أتأخر عن توقيعها باسمي وأختمها بخاتمي في حضورك الآن أيها الباشا. ونظر الشيخ إلى أعضاء المحكمة قائلا: إذا كنتم مسلمين فهل تستطيعون أن تنكروا أن التوفيق باشا قد خان بلاده وذهب إلى الإنجليز وانضم إليهم ولم يعد جديرا بأن يكون حاكما لنا؟ واصفر وجه الباشا رئيس المحكمة الذي كان يظن أنه يخيف المحكومين، ولم ينطق بكلمة واحدة يرد بها على هذا الرجل المسن الجريء، وأومأ إلى حراس المحكمة أن يأخذوه ويخرجوا به من قاعة المحكمة، ثم نقلوه إلى قريته واعتقلوه بها رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.